مش شرط عدم الانجاب يبقى الست هي المتهمه او تاخر الانجاب، ده مش صح. ايه ده انت ما خلفتيش ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ما بتخلفش وتعير تعير الست كده، ما ينفعش. ده حرام، وغير انه حرام غباء. اطفال انابيب والحقن المجهري احتمال حدوث الحمل بيعتمد على سن المريض، يعني لحد سن 35 سنه نسبه النجاح تبقى 45%، فوق سن 43 سنه القصه دي ما تنفعش. عندها حاجز رحمي؟ لا اعمل لك ليه وانت عندك حاجز رحمي؟ الاول هشيل لك الحاجز الرحمي. ست عندها مشكله في الانبوبه؟ لا اعمل لك ايه، انا هفصل لك الانبوبه. ست عندها ورم ليفي؟ لا انا هشيل لك الاول ورم الليفي اللي هو مقصر، وبعد كده اعمل لك الحقن المجهري. فانا بشيل اي عامل خارجي يكون موجود يؤدي للفشل. مخزون المبيض ده مقلب كبير، يعني ممكن يحصل في سن صغير ان الست تفقد مخزونها؟ اه مقلب كبير قوي. لا مقلب كبير بجد. يعتقد البعض ان اللي هتعمل حقن مجهري هترزق بتوأم. احتمال حدوث الحمل المتعدد بعد الحقن المجهري بيكون تقريبا 30% من الناس اللي ربنا كرمهم، يعني واحدة من كل ثلاثة تبقى حامل في توأم أو ثلاثة أو أكتر من كده. بنات صغيرين جايين 25 و26 و27 سنة، المخزون بتاعهم كأنه ست عندها 44 سنة، المخزون بتاعهم ضعيف قوي بلا سبب. في شوية عوامل بتأثر فيه، بس الغالبية العظمى ملوش سبب للأسف يعني. يعني مثلا أخذت بيضات النهاردة وعندها 35 سنة، وبعد كده ما لقيتش حد وتزوجت عند سن 45 سنة، عايزة البويضات بتاعتها تاني. فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نفك البويضات دي تاني ونحقنها بالحاجات المنوية، نعمل عن طريقها اجنة نزرعها جوه الرحم. وكل يوم ربنا بيقول لنا ان احنا ما بنعرفش حاجة. احنا متخيلين ان احنا بنعرف، بس احنا ما بنعرفش حاجة. وما أوتيتم من العلم الا قليلا. حقيقي. رغم التقدم المذهل ده برضه وما أوتيتم من العلم. ياما بنشوف حاجات يعني احنا لاخر يوم في البشرية. عشان كده عمرنا ما بنقول ابدا للمريضة مستحيل تحملي. احنا كل اللي نقدر نقوله احتمال حدوث الحمل صعب. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم تاخر الانجاب، كلمه تقيله، كلمه قاسيه، لكن خليني اقول لكم ان في حاجات كتير الناس بتعملها تاثر على القدره الانجابيه، من ضمنها مثلا اضطرابات النوم. وده حاجه مهمه قوي، الناس ما بتعرفش تنام كويس، وما بتعرفش تنام كويس لعوامل كتيره، اخطرهم واهمهم هو التليفون. التليفون الكارثه اللي بقى في ايد كل الناس، اللي الناس بتعمله فايبريشن وهي نايمه فتصحيهم، او يعملوه ويسيبوه زي ما هو بيرن فيجي ينام يجي لي تليفون فرد، فاكيد هياثر على قدرتي على النوم واستمراريته، ده خطر جدا. حاجه تانية كمان التغذيه، اكل الغلط، التدخين، ده نصيبه سودة. يعني لما تلاقي مكان مثلا ستات قاعدين يشربوا شيشه دي كارثه، ما فيش بعدها كارثه. هؤلاء السيدات او البنات عرضه لتاخر الانجاب والعقم عشان حضرتك بتشربي شيشه. حاجه الغريبه بقى انه كميات القهوه كتير، اضطرابات الوزن، كل ده بيلعب عوامل مهمه جدا. برضو عدم العنايه والنظافه الشخصيه، كل دي عوامل وغيرها كتير. خلي بالكم انه العوامل دي يمكن السيطره عليها. انا ما بقولكش على عوامل صعبه مثلا نقص مخزون المبيض لسبب مجهول او الى اخره، انا بكلمك على عوامل انت تقدري، وانت كرجل كمان، ما هو النوم والتدخين والوزن ده بيأثر على الاثنين، والتغذيه. خلي بالكم من صحتكم جدا. النهارده الحوار اسمه تاخر الانجاب، بس المضمون هيكون متشعب ومعقد ومهم جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره اللي بفتخر بوجوده معانا، واكيد
اي شيء يعني اكثر فخرا من وجود المركز المصري وضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقل المجاري الاستاذ بكليه الطب والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه وزميل وعضو جمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه للحقل المجاري واطفال الانابيب. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن ازي حضرتك؟ منورنا. بنتشرف نكون مع حضرتك دايما. كل سنه وحضرتك طيب. متى نقول ان هناك تاخر انابيب تاخر انجاب؟ احنا بنقول تاخر انجاب لو حصل علاقه زوجيه بطريقه منتظمه لمده سنه ونص وما تاكش عنها انجاب يعني في الحاله دي بيعتبر تاخر انجاب من سنه ونص لسنتين الحقيقه من العلاقه الزوجيه المنتظمه. فسنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه وعدم حدوث حمل يعني. وقتها بيعتبر تاخر انجاب فيبتدي يستدعي التدخل الطبي. من كتر الانابيب انابيب فالوبي يعني ما اثر على دماغي واحنا بنتكلم وواحده من الاسباب المهمه اللي بتلعب دور فقلت تاخر الانابيب هي تاخر الانجاب. هل يحدث ضرر على السيده ايا كان هذا الضرر عايزين نفهمه عندما يكون هناك تاخر انجاب؟ لا هو ده ما بيضرش السيده في حاجه الحقيقه يعني تاخر الانجاب لا ما بيضرهاش في اي حاجه تمام. بس طبعا يعني ما بنحبش ان هي تتاخر في الانجاب لفتره طويله قوي برضه لان الستات بعد ما يكبروا في السن يعني فوق سن 38 و40 سنه التاخر في الانجاب ممكن ما يحصلش انجاب خالص. فطبعا كل ما نحس ان الانجاب اتاخر او عدينا الفتره اللي هي متعارف عليها لا لازم نبتدي ندور على ايه الاسباب ونبتدي نعالجها عشان يبقى في فرصه ووقت كافي ان احنا نقدر نعالج ده. انا قلت بعض الاسباب لتاخر الانجاب او يعني الحاجات اللي هي اللي انا شايفها كوارث مجتمعيه، اكل وتغذيه، التدخين، مخدرات طبعا فكرة. ايه الاسباب الثانيه؟ بص هو 40% من الاسباب جايه من عند الراجل يعني 40% من العقم سبب بيكون نقص او ضعف في الحالات المنويه او حركه الحالات المنويه و40% من الستات هم بيكونوا السبب في عدم حدوث الحمل. عدم حدوث الحمل ده في صوره لخبطه في التبويض او مشاكل في المبيض او مشاكل في قنوات فالوب او مشاكل في الرحم. وال20% الفاضيين دول بيكونوا حاجه اسمها عدم حدوث حمل غير معروف سببه. يعني واحده من كل خمس ستات ربنا ما كرمهاش هي وجوزها الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه. ف 40% من الاسباب جايه من الراجل و40% جايه من الست و20% عدم حدوث حمل غير معروف سببه. طبعا بجانب الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها عوامل بتساعد فعلا. وطبعا زي ما حضرتك قلت الشيشه ده كارثه علينا يعني. انا كنت معزوم في السحور في رمضان ولقيت مكان كل البنات فيه بيشربوا شيشه. طبعا حاجه يعني كلهم 90% من البنات الموجودين بيشربوا شيشه. بتدمر صحتها وبتدمر مجتمعها. انا اساسا بطلت ادخل الاماكن دي غير بالصدفه. فقعدت يومين حاسس بتاثير الشيشه دي لغايه لما رجعت لعبت ماتش كوره طلعت السموم. سموم تدخل جسم الانسان. عايز يعني اروح بقى للنسبه اللي بتعاني من تاخر الانجاب موجوده بنسبه قد ايه؟ هو عدم الناس اللي بتعاني من تاخر الانجاب او العقم زي ما بنقول بيكون تقريبا 10 ل 15% من الناس. يعني 10 من 15% يعني واحده من كل 10 ستات بتعاني من تاخر انجاب. كلمه مهمه برضو تاخر انجاب غير مفسر السبب. الكلمه دي تلخبط. ايه دي بقى؟ لا طبعا هي تلخبط لان في حاجات ما بتبانش غير اثناء الحقن المجهري. حاجات زي ايه؟ يعني نوعيه البويضه اخبارها ايه؟ دي حاجه ما تبانش غير اثناء الست بتعمل حقن مجهري. انما عن طريق الفحوصات التانية زي السونار وتحاليل الدم والحاجات دي عمرها ما تبين جوده البويضه شكلها عامل ازاي. الحاجه التانية اللي هي قدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه دي حاجه برده ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. فعدم حدوث حمل غير معروف سببه بيبقى حاجات اسباب زي دي ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري اللي هو يعني قدره البويضه او نوعيه البويضه وجودتها وقدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه بنسبه قد ايه. بترسموا ازاي الخريطه العلاجيه بقى؟ بصوا طبعا يعتمد ايه السبب. يعني لو في ضعف في الحملات المنويه ممكن من الاول ان احنا نحتاج حقن مجهري او ان الراجل ياخد علاج من 3 ل 6 شهور على امل الدنيا تتحسن. اتحسنت كان بها، ما اتحسنتش نرجع للحقن المجهري. ال 40% التانيين اللي هو السبب بيكون في المريضه نفسها في الست. لو في ضعف تبويض ممكن نعمل حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه نعمل حاجه اسمها تثقيب للمبيض في حاله حدوث تكيس على المبايض او ان احنا نعمل حاجه او ندي ادويه تنشط التبويض. لو في مشاكل في الانابيب يا اما ان احنا نعمل منظار بطن او ان احنا نعمل حقن مجهري. لو في مشاكل في الرحم بنزلها. مشاكل زي ايه؟ زي حاجز رحمي، زي وايد جوه الرحم او رمل فيه. لو ما فيش حاجه من الحاجات دي واحنا في 20% من الاخرين اللي هم ما عندهمش حاجه، الحل حاجه من 4. الحل الاولاني ممكن نستنى شويه، يعني لو عدى سنتين ممكن في السنه الثالثه ربنا يكرم من غير حاجه، فده الحل الاولاني.
الحل الثاني نعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي. تلقيح صناعي ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه بسيطه تنشط التبويض لحد البويضات لما بتكبر، بناخد الحالات المناعيه بتاعه الزوج نركزها وننشطها وعن طريق اثار رفيعه نحقنها جوه الرحم. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه في كل دوره بتعملها بتبقى تقريبا 10 ل 15%. وعلشان ناخد الاستفاده القصوى منه بننصح الناس ان هم يعملوه 3 مرات على 6 شهور. الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الحقن المجهري او اطفال الانابيب، اللي هي نسبه نجاحها 45% لو ست عمرها صغير. والحاجه الرابعه والاخيره نعمل منظار بطن، ان في ساعات حاجات ما تبانش غير عن طريق منظار البطن، اشهرهم هجره بطن الرحم. فاما ان احنا نستنى شويه او نعمل تلقيح صناعي نسبه نجاحه 10-15% او نعمل حقن مجهري نسبه نجاح 45% او نعمل منظار بطن على امل ان احنا نلاقي فيها حاجه معطله ان يحصل حمل طبيعي. المنظار البطن بيخدم في ايه تاني غير الحقن المجهري؟ بيخدم في حاجات كتيره، يعني منظار البطن ممكن حاجه تعالج بيه الانابيب. يعني الانبوبه لو حواليها التصاقات ممكن تشيلها. لو انبوبه فيها التهاب مزمن لا ممكن تفصل الانبوبه عن طريق منظار البطن. لو في كيس موجود على المبيض ممكن تشيله عن طريق منظار البطن. لو عندنا حدوث حمل غير معروف سببه ممكن يبقى منظار تشخيصي. يعني ممكن نخش ونلاقي حاجه اسمها هجره بطن الرحم فبالتالي نعالجها، يبقى اسمه تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. فيا اما هو منظار تشخيصي تشخيص حاجات ما كانتش باينه في طرق الفحص الاخرى اللي هي تندرج تحت عندنا حدوث حمل غير معروف سببه، او منظار علاجي لعلاج الانابيب او شيل اكياس من المبيض او فصل الانابيب او علاج حمل خارج الرحم. وطبعا ليه دور مهم، ان في ساعات ناس كتير بتغفل دور المنظار. لا طبعا المنظار جزء مكمل جدا للحقن المجهري. منظار البطن ومنظار الرحمي الاثنين مهمين. يعني منظار البطن احنا نخش بكاميرا جوه تجويف البطن عشان نشوف الحوض اخباره ايه والرحم والانابيب. بينما منظار الرحم لا ده حاجه ثانيه خالص، عن طريق كاميرا رفيعه بنخش جوه تجويف الرحم عشان نشيل مشاكل موجوده جوه الرحم. مشاكل زي ايه؟ حاجز رحمي او زوايد رحميه او ورم ليفي موجود في تجويف الرحم. كيف ده حاجه وده حاجه ثانيه، بس برضه الاثنين مكملين لبعض. يعني منظار الرحم ومنظار البطن برضه يعني وجهين لعمله واحده. يعني الست ما تقولش مثلا، تقول لها انا هعمل لك منظار رحم تقول لك ما انا عملت منظار بطن، ده بالظبط كده. لا ده حاجه ثانيه، لا ده حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص. والعكس برضه. طبعا. ايه الحاجات اللي حضرتك شايفها انها اخطاء لازم تتغير في دماغ الناس تجاه تاخر الانجاب؟ بص الحاجه اللي انا بنصح بيها دايما الناس وبنصح بيها دايما الامهات والبنات لسه متجوزين والازواج، اللي دايما يصبروا. اللي بيحصل ايه؟ الست بتتجوز شهر جات لها البيريود تبتدي تعيط، والشهر الثاني مامتها وحماتها بيضغطوا عليها بيسالوها حصل حمل ما حصلش حمل. طبعا ده بيمثل ضغط نفسي عالي جدا، فبتخلي الناس يعقوا نفسهم، يعني يبتدوا يعملوا حاجات هم اصلا مش محتاجينها، بتزود عبء نفسي وعبء مادي، بينما هم لو استنوا من غير ما يروحوا للدكاتره ولا اي حاجه هيحصل حمل في البيت من غير حاجه. فدايما نصيحتي للناس استنوا شويه، يعني مفيش داعي ان احنا نستعجل ونعمل حاجات ونعق على نفسنا. وحضرتك عارف بالذات الضغط بتاع الاهالي، يعني حضرتك بتشوف ناس كتير قوي متجوزين مثلا بقالهم 6 شهور جايين يكشفوا في عيادات حقن مجهري هم ما عندهمش حاجه. ايه اللي جاب حضرتك؟ لا اصل انا مامتي وحماتي كل يوم بيسالوني وانت مقصره في حق نفسك وانت لازم تروحي. لا فيعني نسيب لنفسنا فرصه، لان كتير قوي ناس هيحصل لها حمل طبيعي من غير حاجه، من غير اصلا تدخل طبي. تمام. فمفيش داعي نعك نفسنا في حاجات احنا مش محتاجينها. ارجوكم ارجوكم بلاش ندخل نفسنا في مشاكل، اصل كلمه يورط نفسه في مشاكل ان هو يجري لغير متخصص مثلا او يجري كده. بشكل في اجريشه دي ما فيهاش حاجه تطلع بمشكله كبيره، تطلع بمشكله، تطلع تعمل منظار. يقول له لا اعملي منظار، طب انا اعمل، او هي تضغط على حد ما يكونش مؤهل للمناظير تقول له ما تعمل لي منظار ما انا بسمع، تطلع بالتصاقات، تطلع بالتصاقات. بدل ما هي داخله من غير التصاقات تطلع بالتصاقات. تطلع بفيستولا في حته، تطلع بمشكله صحيه ثانيه خالص. فارجوكم ما نتصرفش الا في حدود الصح واللي احنا قلناه. تعالوا نشوف المحطات الثلاثة بقى، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ في الأبيض والأسود والرمادي عندنا يعني قصة برضو مهمة جدا جدا جدا. فنبدأ الكلام الأول بيحدث الحمل في معظم الحالات خلال مدة تتراوح، معظم الحالات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة بعد المد في محاولات الحمل من قبل الزوجين. المعنى ده بالبلدي إن الناس كلها معتقدة إنه هتبدأ الست والراجل حياتهم الزوجية، يعني الدخلة بعدها 6 شهور وسنة المفروض بقى يبقى فيه حمل. الكلام ده صح أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ بس هو رمادي شوية، لأن معاك عارف هو 6 شهور لسنة فترة صغيرة شوية، يعني لو نزودهم شوية نقول سنة ونص لسنتين يبقى أبيض. طبعا من علاقة زوجية منتظمة برضه، فسنة ونص لسنتين من العلاقة الزوجية المنتظمة ويحصل حمل. لو ما حصلش يبقى يعتبر عقم، يبتدي يستدعي تدخل طبي. وفي ناس
بيبقى متجوزه مثلا جوزها بيشتغل في مكان تاني بالظبط كده اه فبيجي مثلا يومين في الشهر مثلا كتير يعني فما يصادفش التبويض بتاعها بيشتغل في مدينه تانية يصادف بقى ان كل مره بيجي فيها بعيد عن ايام التبويض بالظبط كده ما اقدرش اقول ده عقم يعني ده مهم عشان تبقى بيضة محتاجين ان احنا نقول من سنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه طيب نشوف المحطه الثانيه جاني متهم ام بريء ده سؤال مهم ده اللي جاي ده سؤال مهم جدا في المتهم والجاني والبريء لان ده معتقد مشهور الزوج اللي ما بيعترفش مش باهميته بدوره ما يقولوا له روح اعمل تحاليل ما فيش في علاج تاخر الانجاب اعتقادا منه بقى ان السبب هو الزوجه وده في الابجديات المصريه يعني في الافلام بتاع زمان الزوجه الثانيه هي هو كان بيتهم العمده فيلم بتاع شدر السمك احمد زكي كان بيتهم نبيل عبيد زوجته قال لها وانا مش انا الراجل ولا ايه انا اللي اعرفه ما فيش انجاب الست تروح وهي كمان ردت غلط قالت له لا انا خلفت قبل كده فالزوج على فكره مش فاهم ما بيفهمش الكلام لا طبعا هو يعني 40% من الاوقات الزوج هو السبب تمام فطبعا ده متهم جدا تمام يعني 40% من الاوقات الزوج بيكون هو السبب بالعكس ده لما يحصل تاخر انجاب اول حاجه بتتعمل تحليل سائل مني للزوج قبل ما نعمل اي حاجه تمام لان 40% من الاسباب يكون سبب الزوج لو التحليل فيه مشكله ممكن يحطنا في سكه او يحطنا في سكه تانية خالص يا اما من الاول نلجا للحقن المجهري او نبتدي نعمل فحوصات تانية للزوجه فطبعا ده متهم جدا يعني تمام لان اول حاجه نعملها في تاخر الانجاب هو تحليل سائل المنع كم في الميه حضرتك اكيد انتوا بتعملوا ستاتكس معينه تقولوا فيها كم في الميه من الحالات بتلاقي ان الزوج كان متردد في انه يجي لا كتير متعاون لا كتير قوي كتير جدا باي غصب ده حتى عنه. حتى لو هو السبب بيقول لها انت السبب فعلا هو حتى لو هو السبب بيقول انت السبب انا عملنا اجنه كويسه في الحقن المجهري بس الاجنه ما مسكتش فيكي يبقى المشكله عندك بينما هو جايين عشان المشكله عنده هو وهي يعني المفروض الاثنين يتحملوا بعض يعني طبعا المفروض بس يتحملوا بعض نشوف المحطه الثالثه وشك ام يقين بعض انواع تاخر الانجاب لا يمكن القيام لها لا خلينا كمان لا يمكن علاجها يعني untreated او يقين يقين طبعا في انواع من الحاجات ما فيش حل يعني هكعرف مثلا ست ما عندهاش مخزون بيضات خالص خلاص للاسف ما لهاش وقت ما لهاش حل ما لهاش وقتها هي يعني بالظبط كده زوج ما عندوش حاجات منويه خالص والخصيه ما فيهاش حاجات منويه للأسف دي أسباب يعني بتوجع قلبنا والله بس دي للأسف حاجات ملهاش علاج دول اللي ممكن يقعوا براثن للنصابين؟ طبعا بيخشوا يعني ناس بتقولها تعملي خلايا جذعية وناخد عينة من ظهرك وحاجات كده وطبعا يا حرام الناس بيكونوا يعني خلاص حضرتك عارف منهكين ماديا ويعني الناس دي بتتشلع من أي أمل يعني لو جت مثلا عينة لحضرتك وحضرتك قلت لها مش هينفع لك حاجة وحد تاني قال لحضرتك لا احنا ممكن ندفع مثلا كذا ونعمل كذا كده كده ما بتحملش فتمام يعني بس الافلام في سرعه العار العار طبعا العار في التعامل مع مشكله خاصه بتاخر الانجاب العار طبعا ان احنا زي ما حضرتك قلت برضو يعني ان احنا نتهم بعضنا يعني ده عار ده عار طبعا حضرتك عارف لما تيجي مثلا زوجه وعلى فكره برضو الاثنين الزوج والزوجه فيهم الحكايه دي لو هما الاثنين جايين مثلا عشان الزوج فيه مشكله ساعات بتلاقي الزوجه بتسيء معامله زوجها ده غلط يعني. طبعا غلط تمام او الزوج بيسيء معامله مراته عشان هي المشكله منها اعتقد ان يعني في سنه 2020 ده يبقى عار يعني احنا في الاخر جايين حك عارف يعني ايا كان السبب الزوج او زوجه فالتاني محتاج برضو اللي هو المسانده المعنويه يعني سايكولوجيكال سبورت 2022 ينفع ان الست والراجل يقعدوا يتكلموا معايا يتخانقوا قدام الدكتور حتى ما يتخانقوا المنسي العاره هو خلاص المنسي بقى المنسي في تاخر الانجاب ايه المنسي في تاخر الانجاب سؤال صعب ده يعني هل هناك شيء انت يعني بتلاقي انه كتير من المراكز بتنساه في التعامل مع تاخر الانجاب سواء في الفحوصات مثلا في الانفستيجيشن بص هو المنسي شويه المنظار الحقيقه لان في ناس كتير قوي بتغفل اهميه المنظار كجزء مكمل لعلاج تاخر الانجاب بينما لا طبعا هو ليه دور وهيفضل ليه دور لان في ناس كتير مش بتتقن تعمله تمام فناس بتتعداه خالص لا هو هيفضل ليه دور تمام طبعا دوره تقلص بعد وجود الحقن المجهري ده اكيد بس برضه هو حاجه ستيل مهمه وستيل الناس اللي بتعمل حقن مجهري لازم تكون تريند او متدربه على النوع ده من
من الانترفنشنز يعني. اه من المناظير. نورت وشرفت وابدعت كالعاده. ميرسي يا دكتور ايمن وبنسعد بوجودنا مع حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب ونشوفك على خير قريب ان شاء الله. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمه الاكاديميه والعلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن من جهه الاستاذ بكليه الطب المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب بالمؤسسه العريقه وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الاتجاهات دي ممكن نلاحظ ان الحول الرأسي ده موجود في كل الاتجاهات او ان هو موجود في اتجاه معين، زي ما مثلا ان الطفل يبقى باصص للداخل نلاقي ان في عين بصة مثلا ناحية اليمين والعين التانية بدل ما هي ماشية موازية ليها لا اتجاهها بيكون اعلى من اتجاه العين التانية، وده من اكثر انواع الحول شيوعاً اللي ممكن الأمهات بتلاحظها.